أولى من عمره في داغستان شمال روسيا. الرضيع تظهر على جسمه كل أسبوع كتابات بالعربية، يقول السكان المحليون إنها كناية عن آيات قرآنية وأحاديث شريفة. من قال إن زمن المعجزات قد ولى؟ في بلد صغير يسمى داغستان في شمال روسيا يحج الناس يوميا بالآلاف لمعاينة ما بات يعرف هناك بالرضيع المعجزة. هذا هو الرضيع علي يعقوبوف الذي يبدو كأي رضيع آخر، لكنه في حقيقة الأمر ليس كذلك، فهو رضيع تصدق عليه مقولة أن الله يجعل سره في أضعف خلقه. أما المعجزة فهي أنه كلما مرت بضعة أيام تظهر على جسم الرضيع كتابات بالعربية هي عبارة عن آيات قرآنية أو أحاديث شريفة، هذه إحداها. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. عندما تظهر الكتابة يبدو مريضا ويبكي، ومن الصعب جدا السيطرة عليه، لا يمكن لأي طبيب تهدئته أو أن يخفف حرارته، وتبقى الحرارة لنحو 20 دقيقة بينما تظهر الكتابة. أكثر من 2000 مسلم يأتون يوميا لرؤية الرضيع علي يعقوبوف. كثيرون منهم يؤكدون أن الكتابات بالعربية على جسم الرضيع هي رسالة من الله. آخرون يأملون أن يكون علي معجزة بعث بها الله للحفاظ على المسلمين في تلك البقعة من الأرض. أريد أولا السلام والاستقرار، ولهذا بعث إلينا الله هذا الطفل. إنها إشارة إلى أنه على إخواننا أن يكونوا أكثر إيمانا. علماء دين محليون يقولون إن الكتابات تظهر على جسم الرضيع مرة في كل أسبوع، وتحديدا يوم الجمعة، وفي كل مرة تظهر كتابة مختلفة عن سابقاتها. إذن الناس تأتي وتذهب، وإذا كان بعضهم ليس بحاجة إلى معجزة لتقوية إيمانه، فإن آخرين يبحثون عما يثبت لهم أنهم على الصراط المستقيم.